جملة، والمقصود بالمفرد حينئذ ما ليس بجملة ولا شبه بجملة. وأحيانا يقصد بالمفرد ما ليس بجملة فقط، وذلك مثل قولهم حيث تضاف إلى الجمل لا إلى المفردات، فهنا لا يأتي شبه الجملة. وكذلك عند الحديث عن التمييز، يمكن تقسيم التمييز كما هو معروف إلى نوعان. النوع الأول وهو تمييز المفرد، ويكون هذا التمييز أو المميز كلمة مفردة ملفوظة قبله من الأنواع. يعني قبل التمييز لابد أن يكون، أما يكون اسم عدد، مثال على ذلك نجح 20 طالبا، فطالبا هنا تمييز عدد. لماذا؟ لأنه مسبوق بعدد وهو 20. النوع الثاني اسم وزن، مثال على ذلك اشتريت رطلا سمنا، فسمن وهو التمييز ورطلا هو الوزن. أما النوع الثالث من أنواع التمييز المفرد وهو اسم كيل، اشتريت لترا حليبا، فحليب حليبا يعتبر هنا تمييز. لماذا؟ لأنه مسبوق باسم كيل. رابعا والأخير من أنواع التمييز المفرد وهو اسم مساحة، نحو زرعت فدانا قمحا، فقمحا تمييز وفدانا يعتبر من المساحة، يكون اسم مساحة. ننتقل إلى النوع الثاني وهو تمييز النسبة. بعد ما انتهينا من تمييز المفرد نذكر أو ننتقل إلى تمييز النسبة، ويكون مميزه ملحوظا من الجملة التي قبله دون ذكره، ويكون محولا عن ماذا؟ يكون محولا عن فاعل، نحو حسن أحمد خلقا، أي حسن خلق أحمد. فنلاحظ التمييز خلق والفاعل يكون المميز، أحمد يكون موقوف في الأعراب فاعل، أو يكون مفعولا به، نحو زرعت الحديقة وردا، فيكون وردا تمييز والمميز يكون الحديقة فتعرف مفعولا به. أو يكون مبتدأ وهو النوع الأخير في قوله تعالى أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أي مالي أكثر من مالك ونفري أعز من نفرك. وعند الحديث ننتقل إلى الفقرة الآتية، وعند الحديث عن اسم لا النافية للجنس يقولون اسم لا النافية للجنس ثلاثة أنواع. ما هي؟ النوع الأول المفرد، وهو ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف، فيدخل فيه المثنى وجمع التكسير والمذكر السالم وما جمع بألف وتاء، جمع المؤنث السالم. النوع الثاني المضاف، والثالث الشبيه بالمضاف. ما المقصود به؟ وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه، ليس كاتصال المضاف بالمضاف إليه بأن يكون عاملا فيما بعده، بأن يكون ما بعده أما فاعلا له، نحو لا مستقيما حاله فاشل، أو نائب فاعل نحو لا مذموم فعله ممدوح، أو مفعولا به لا فاعل خير مذموم، أو شبه جملة يتعلق به نحو لا مسافرا اليوم موجود، ولا متزوجا باثنين في الحفل، أو تمييزا له لا 20 كتابا لك، أو معطوفا لا 33 عندنا. وعند الحديث عن المنادى يمكن تقسيمه أيضا إلى مفرد ومضاف وشبيه بالمضاف، لكن نستوقف هنا
يمكن تقسيمه على مفرد معرفة ومفرد نكرة مقصودة ومفرد نكرة غير مقصودة. ولكل نوع من الأنواع التي ذكرناها آنفا له حكم أعرابي. وعند الحديث عن الأسماء الأفعال، يقول ابن السراج في كتابه الأصول في النحو: وهذه الأسماء على ثلاثة أضرب، فمنها يكون اسم مفرد واسم مضاف واسم استعمل مع حرف الجر. فالضرب الأول وهو اسم المفرد المقصود قولك هلم زيدا، والضرب الثاني وهي الأسماء المضافة نحو دونك زيدا، والضرب الثالث والأخير وهو ما جاء مع أحرف الجر نحو عليك زيدا وإليك إذ قلت تنحى. وعند الحديث عن العدد، ويقولون ألفاظ العدد في الاستعمال كم نوع يقسم إلى أربعة أنواع، ما هي؟ العدد المفرد، المقصود بالعدد المفرد وما تشمل هذه الأعداد. المقصود بالمفرد هنا ما ليس مركبا ولا عقدا ولا معطوفا، يعني لا تشمل هذه الأنواع، وهو تشمل الأعداد من الواحد إلى عشرة، تكون مفردة يعني كلمة واحدة، ويلحق به مئة وألف، ومثلناهما مئتان وألفان، وجمعهما مئات وألوف والآلاف. هذا النوع الأول من العدد المفرد، وذكرنا هذه الأعداد تكون مفردة، تكون من كلمة واحدة، وتشمل الأعداد من واحد إلى عشرة. أما النوع الثاني من الأعداد وهي العدد المركب، من اسم عدد مركب، وهو ما تكون من عددين بلا فاصل بينهما، وهي تسعة ألفاظ تبدأ من 11 أو 11 إلى 19 أو 19. لاحظون هذه الألفاظ 11 من غير أن يكون بينهما فاصل بين العددين 1 و10، وتبدأ من 11 إلى 19، ثم نتوقف من هذه الأعداد المركبة. يليها العدد الثالث وهو العدد العقد، وهذه الأعداد تشمل من 20 إلى 90، من 20 إلى 90، يعني 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، ما بينهما، لا فقط هذه الأعداد، وهذه تسمى بألفاظ العقود. أما النوع الرابع من أنواع العدد وهو العدد المعطوف عليه والمعطوف، وهذه الأعداد ما تكون من عددي بينهما حرف عطف، وكان الثاني عقدا، أي يتكون من عددين، صحيح من عددين مثل العدد المركب، لكن الفرق بينهما أن يكون عطف، دائما حرف العطف يكون حرف الواو. ويكون العدد الثاني من ألفاظ العقود التي ذكرناها من 20 إلى 90، واحدة منها، لاحظ 21 إلى 99، ذكرنا 21، الواحد عدد والواو حرف عطف، وعشرين من 20 من ألفاظ العقود، فهذا يسمى بالعدد المعطوف عليه والمعطوف. ولبعض العلماء تقسيم آخر للعدد، ما هو؟ أما يكون مفرد أو مضاف ومضاف ومركب ومعطوف. ننتهي من محاضرة العدد، ننتقل إلى المحاضرة الثانية إن شاء الله، محاضرة الضاد والضاء، الفرق بين الضاد والضاء. كثير من لاحظ بالكتابة والأخطاء الإملائية عند كتابة الضاد والضاء، فهناك من يكتبها الضاء ضاد والضاء ضاد،
ناخذ مقدمة عن هذه الأصوات. أخذ صوت الضاد له أهمية بالغة عند العرب، ولصوت الضاد شكل كتابي واحد، ولكن كان له أشكال نطقية مختلفة، منها ما هو تاريخي من وصف علماء العربية القدماء له، ومنها ما هو مسموح في استعمال الناس في هذا اليوم، على أن أبرز نطق له هو نطقه الضاء لشدة الشبه بينهما، لذلك اختلط على الناس نطق الكلمات الضادية والضائية، وكذلك عند الكتابة، المشكلة دائما تكون عند الكتابة. لذا سنتناول في هذه المحاضرة الفرق بين حرفي الضاد والضاء وكيف نطقهما وكتابتهما لكي نتجنب الخطأ في الكتابة الضادية والضائية. أولا نأتي إلى تعريف الضاد والضاء، ما المقصود بهما؟ أولا تعريف الضاد وهي أخت الصاد. الضاد هو حرف هجاء مجهول مستعلي، يكون أصلا لا بدلا ولا زائدا، والضاد للعرب خاصة، وهذا ما يميز العرب عن الغرب، ولا توجد في كلام العجم إلا في القليل، ولذلك ننتقل إلى تعريف الضاء. الضاء هو حرف هجاء عربي خص به لسان العرب لا يشاركهم فيه أحد من سائر الأمم، والضاء أخت الطاء من الحروف المجهورة، ويشترك مع أي أحرف مع الذال والثاء في حيز واحد، يعني في مخرج واحد، وهي الحروف اللثوية. لماذا؟ لأن مبدأها من اللثة، ويكون أصلا لا بدلا ولا زائدا. قد يكون هناك فرق بين تعريف الضاد والضاء. نأتي بعد أن عرفناها ننتقل إلى مخرج الضاد والضاء. المخرج الأول للضاد تخرج من أين؟ من إحدى حافتي اللسان، الضاد حافتي اللسان مع ما يقابلهما من الأضراس، وخروجهما من أي جهة؟ الجهة اليسرى أسهل وأكثر استعمالا، ومن اليمنى أصعب وأقل استعمالا، ومن الجانبين معا أعز وأعسر، فهو أصعب الحروف وأشدها على اللسان. وهذا المخرج إنما هو خاص بالضاد وحدها لا يشاركها فيه غيرها، هذه مخرج الضاد. أين يكون مخرج الضاد؟ يكون من أحد حافتي اللسان وما يقابلها من الأضراس، هذه بالنسبة إلى مخرجها. أما مخرج الضاء وهي أخت الطاء تخرج من المخرج العاشر من مخارج الفم، وذلك بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، ويشترك معه في المخرج الثاء والذاء والذال. قد يكون هنا يأتيكم سؤال، يشترك مع مخرج الضاء حرفان، ما هما؟ الثاء والضاء. نأتي إلى بعد أن انتهينا من مخرج الضاد والضاء ننتقل إلى صفات الضاد والذال. صفات الضاد هي الجهر والرخاوة والاستعلاء والإطباق والإصمات، وصفات الضاد الجهر والرخاوة والاستعلاء والإطباق والإصمات، العفو، هي صفات الضاد والضاء وليس الذال، للتصحيح، من صفات الضاد والضاء وليس الذال. يتبين مما سبق
من مخارج الضاد والضاء وصفاتها أن حرفي الضاد أخت الصاد والضاء يفترقان في صفة واحدة وهي الاستطالة الفرق، لكن يكون التشابه في سائر الصفات الأخرى، هذا يكون الفرق بينهما. ولذلك قال العلماء لولا الاستطالة التي في الضاد لصارت ضاء، وقد صارت في يومنا هذا. هذا بالنسبة للاستطالة، هو الفرق بين الضاد والضاء. مما سبق ذكره يتضح لنا من الفروق بين الضاد والضاء. أولا الضاد تختلف عن الضاء في المخرج، هذا الاختلاف الأول. الضاء تتميز عن الضاء بصفة الاستطالة. الضاد تنطبق فيها حافة اللسان على الأضراس وباقي اللسان ينطبق عليه الحنك، والضاد ينطبق فيه الحنك على محرجة أي على طرف اللسان. هذا الفرق الثالث. أما الفرق الرابع، الضاد يكون أقوى من الضاء في الإطباق. النقطة الخامسة والفرق الخامس، الضاد تزول إذا فقدت صفة الإطباق. متى تزول صفة الإطباق، الضاد أم الضاء؟ طبعا الضاد. والضاء تتحول إلى فراق، إلى ذال، متى؟ إذا فقدت الإطباق. تجد النقطة مهمة. سادسا، الضاد أقوى من الضاء بماذا؟ في الجهر. الضاد أقل رخاوة من الضاء. هذه النقاط السبعة، الفرق بين الضاد والضاء جدا مهمة. ننتقل إلى النقطة الثامنة، الضاد لا يشاركها في المخرج غيرها من الحروف، والضاء يشاركها الذال والثاء. النقطة التاسعة، الضاد من الحروف الشجرية والضاء أخت الطاء من الحروف النثوية. الضاد عاشرا، النقطة العاشرة، الضاد بماذا تتصف؟ تتصف بالتفشي، والضاء ليس كذلك. النقطة الحادية عشر، الضاد تخالط ما يليها في المخرج، والضاء ليس كذلك. ثاني عشر، الضاد ينفض نفخها بين الأضراس عند الوقوف عليها، والضاء ينفذ نفخها بين الثنايا. الثالثة عشر والنقطة الأخيرة، الضاد فيها كلمة على اللسان عند النطق، والضاء ليس كذلك. هذه الفرق بين الضاد والضاء جدا مهمة. حتى الكتابة يعد بعض الأمثلة تغير في دلالة الألفاظ، أمثلة توضح اختلاف المعنى عند النطق الضاد والضاء. فكلمة الضالين والضالين، نظرة ونظرة، الفض والفض، الظن والظن، ها تأتي من حيث المعنى، الغيظ والغيظ، الحظ والحظ. هذه كلمات تحفظ حتى نستطيع أن نميز بينها في الكتابة. كثير من الأخطاء الإملائية لاحظها، ها مقسمة على في الملزمة على شكل ترتيب الأبجدي. هذه الكلمات الأرض، عضة، ضرر، إن شاء الله تنمض هاي الكلمات. أما الضاء في الكتابة، الضل، الضعن، الضعينة، الضل، الضل، الظن، الظرف، ظفر، الظلف، الظلم، الظلام، الظليم، الظأر، الظلي، الظمأ، الظهر، الظهر، الظهير، وعكاظ، والعظيم، وعظة. هذه حيث الترتيب العين. أما الغين، الغيظ ومعناها القلبة. أما الفاء، الفظيع، الفاض. فهذه كلها تنفرق بحرف الضاد.
ظا. طيب تفضل انتهينا ان شاء الله. وعليكم انتهينا. اذا عندكم سؤال، اذا عندكم اي سؤال بارك الله فيك دكتورة، وشكرا يعطيك جزيلا العافية، لحضرتك. جزاكم الله ألف خير وجزاه حسن الاستماع. السادة المستمعين، رابط الحضور نزل بالشات، واللي عنده أي سؤال أو أي استفسار أتمنى يكتب لنا سؤاله بالشات. تمام دكتورة، بارك الله فيك وشكرا جزيلا جزاك لحضرتك. الله، جزاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السادة المستمعين، لهنا وصلنا وياكم لنهاية المحاضرة إن شاء الله. نلتقيكم يوم غد لتكملة المحاضرة الأخيرة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.